كنتمنى ما نكونش نحلم لهادشي اللي شفت دابا، مظاهرات باسم الدين وباسم اننا منطلبوا الله تنصليو في ديورنا، جاب دين صلايا وتنصليو في ديورنا ودعواتنا تتقبل حتى صلينا في ديورنا، فلا داعي الله يعطيكم السر انكم تنوضوا الفتنه وتنوضوا ديروا مظاهرات وانتم عارفين ومستوعبين خطوره الفيروس. راه ما تنعسوا ما تنشوفوا النعاس ومقلقين على البلاد ومقلقين على والدينا وعلى احبابنا. راه اللي مات ما ممكنش تمشي حتى في كنازه وتشوفيه. انا امي تصافت معاه وكنتمنى انني نرجع مره اخرى لبلادي ونلقاها باقا حيه. فرحمونا وما تبقاوش ديروا في هذه الفتنه وتخرجوا في عباد الله باسم الله وباسم الدين. الله يرحم ليكم الوالد اللي بغى يصلي راه تيصلي حتى في دار ودعاء دعوات ديالو وصلاته مقبوله. راه ما تيجيناش النعاس مشويين من جهه الغربه اللي مغربين وبعاد على والدينا وبعاد على بلادنا مكويين من كاع الجوايه، وكل مره يطلع لينا فيديو ديال بلادنا اللي باقي مكلخ وباقي جاهل وباقي ما مستوعبش ان الحرب اللي احنا فيها راه مع حاجه قدك، حرب مع فيروس عباد الله، فيروس اللي دخلتيه انت لدارك ومن مورا هاد المظاهره غتعدي امك اللي مسكينه في عمرها 80 عام، تعدي باك اللي مسكين فيه ضيق التنفس، باك غيعدي واحد اخر. راه عيب راه عيب. الله اش غنقول، الله ياخذ فيكم الحق.